ايوه كم اعطوني اخر مره كم؟ ايوه طيب خلاص طيب قبل نعلن النتائج تفضل علي تكلم الموضوع. اول شيء انا اتكلم من ناحيه الظل يا اخوي عبد الرحمن الكليب، اتكلم مو بعني انا علي بن هادي، انا اتكلم عن مجموعتي البيره. نعم صحيح. وسبقني عليها وليد البحيح قال انا ظالمنا من اول فقره لك البرنامج. ما قلت انت دائما مظلوم يا وليد. خليني بتكلم. انت مقفل على الكاميرا، تعال يمين خطوتين. طيب. والشيء الثاني قلت انت تدعي انك مظلوم من ايام جنت لك، جيتك انا اشتكيت لك عبد الرحمن. ما يحتاج تشتكي لي. جاوبني الحين. جيتك انا اشتكيت لك. بس انا اشوف انا ناقد وانا مقدم اشوف علي بن هادي على طول تشتكي. انت ناقد وش؟ انت مقدم انت بن هادي. يلا شباب احنا بنسولف كثير. اشداد 7750 ابو عبد الله. الشلفه 9500 ابو عبد الله. البيرق 7500 ماينس. فريق الشلفة ألف مبروك. نشوفكم إن شاء الله. أبو عبد الله شباب أبو عبد الله ترى مين جاي حقي يا شباب. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي بكرة إن شاء الله في أمان الله. خلاص أنا عطيته مجال. I love you.